هلو، أنا اسمي دكتورة سميرة نصار. أنا أخصائي طب نفسي. ماجستير والتدريب بتوعي كانوا في كلية طب القصر العيني. بعد كده اشتغلت في مستشفى 57 3 57 لمدة سنتين. حاليا لسه راجعة من انجلترا، كنت بعمل تدريب وفي طريقي ان انا ابقى عضو للكلية الملكية للأطباء النفسيين. It's my passion ان انا اساعد الناس. انا بحب جدا ان انا اسمع وافهم كويس الشخص اللي قدامي واساعده ان هو يبقى احسن حاجة يقدر يبقاها. انا مش بحب ان انا احصر نفسي لمدرسة معينة من السايكوثيرابي، بحب اختار ادوات من السي بي تي والسايكو دايناميك والسبورتيف على حسب الشخص اللي قدامي ما بيكون محتاج. انا بحب اشتغل مع التشيلدرن والادلتس، بحس ان الشغل مع التشيلدرن ما ينفعش يتعمل من غير ما اشتغل مع ادلتس، لان عاده لما بيبقى في طفل عنده مشكله في البيت بنحتاج ان احنا نشتغل على العيله كلها علشان نقدر نوصل لاحسن حاجه ممكن. بس الادولسنس والادلتس دايما هيبقى ليهم مكانه معينه في قلبي، لان احنا بنبقى بنساعد بعض، احنا الاثنين في رحلتنا ان احنا نقدر نحسن من نفسنا ونلاقي نفسنا. لو انت في فتره دلوقتي متلخبطه في حياتك وحاسس ان الدنيا اوت اوف كنترول وعندك استعداد انك انت تاخد الرحله انك انت تحسن من نفسك وتشتغل عليها، I'd be glad ان انا اساعدك.